حياكم الله مشاهدينا في فقرتنا الأخيرة لليوم. من بين 20 حسناء من مختلف دول العالم العربي وقع الاختيار عليها لتحمل لقب ملكة جمال العرب لسنة 2014، وذلك في حفل ضخم أقيم في أريزونا حضره أكثر من 1000 شخص، من بينهم شخصيات فنية سياسية وعالمية. معايا في الاستوديو غنوة زين الدين ملكة جمال العرب لسنة 2014. حياك الله غنوة معنا. مرحبا، أهلا غنوة. أنه بنت عربية تشرف العرب في أمريكا، خبرينا عن تجربة مشاركتك في ملكة جمال العرب لسنة 2014. أكيد تجربتي كانت فريدة من نوعها. قدمت من كان في كذا متسابق مقدمين، وصار في فون انترفيوز وتعرفنا على الجادجز، والحمد لله تم اختياري بين العشرين. وساعتها رحنا مع بعض اسبوع على اريزونا، كان كتير صعب وحلفنا الحظ والبحث باللعب. خبرينا عن المشاركات غنوة، الفتيات اللي كانوا مشاركات، الدول اللي كانت مشاركة، كيف كانت علاقتكم مع بعض؟ هالسنة يعني بعدني لحد هلا بحكي معهم صراحة. كان في بنات من مختلف أنحاء العالم العربي، الوصيفة الأولى كانت جزائرية، وصيفة الثانية كانت سورية، فكان في عدد كبير من البلدان العربية مشتركة. حلو، لما تلقيتي خبر الفوز كيف كان شعورك؟ من الفيديو بتعرفي كنت متوترة كتير، شعوري كتير كتير حلو صراحة. الحمد لله. ألف مبروك، مبارك هذا الفوز. أنت حاليا موجودة في الإمارات غنوة، وعندك بعض المشاريع الخيرية، خبرينا شو غير المشاريع الخيرية شو عندك، وبالنسبة للمشاريع الخيرية ليش اخترتي هذا التوجه؟ هلا أنا كنت عايشة بالإمارات، يعني بعتبر الإمارات بلد الثاني، فحبيت اجي لهون كمس عرب. حاسه من وحده من مسؤولياتي انه اعمل اعمال خيريه مش بس بامريكا بس كمان بالبلدان العربيه، فجيت لهون حتى ان شاء الله ازور المستشفيات والاطفال وهالامور كلها، حتى اعمل اعمال خيريه وانسانيه قد ما فيها. حلو. غنوة، دائما نحن كنساء عربيات نواجه بعض المشاكل في نقل صورة المرأة العربية للغرب، هل هذا الموضوع هو من تحدياتك انك توصلين او توصلين صورة عن المرأة العربية للغرب؟ 100%، لانه للاسف العالم بيفكروا اذا انت مرأة عربية يعني ما عندك حقوق بالمرة، ما فيك تتعلمي، لازم تقعدي بالبيت، ممنوع تشتغلي. فانا هيدا الموضوع كثير بهمني وعم بشتغل عليه كل يوم اكيد بامريكا حتى قبل ما اربح لقب مس عربي USA. شو اكثر الشغلات تركزين عليها كصورة المرأة العربية توصلينها للغرب؟ توصلين ثقافتك او شنو بالضبط تبين توصلينه؟ بحب فرجين انه المرأة العربية كثير طموحة، يعني اكترية المرأة هلا المرأة العربية مش بس ست بيت بس، كمان بتحسيها ما بتهمل بيتها بنفس الوقت عندها عملها كمان بتهتم فيه كثير، فهيدا الشيء هيدي صورة كثير ايجابية لازم نوصلها للغرب اكيد. حلو، كملكة جمال اكيد غنوة تهتمين اكثر من غيرك بجمالك وبجسمك وبرشاقتك، شو اكثر الاشياء اللي تسعين انك انت تحافظين عليها وشو الطرق والاساليب اللي تستعملينها؟ هلا هي اكثر لايف ستايل، يعني الواحد لازم يغير اللايف ستايل اللي له حتى يقدر يحافظ. رياضة اكيد ونوتريشن اهم شيء اكيد. اكيد يعني ملكة جمال في مواصفات معينة، شو اكثر الشغلات اللي ممكن كنت تركزين عليها من خلال عناية بشكلك وبجسمك وممكن حتى بنظارة البشرة عندك؟ اكيد بعمل فيشلز من وقت لوقت وبهتم بهالامور كلها، بس اي ثينك الشيء الاساسي والكثير كثير مهم هو انه يكون المراه عندها ثقه بنفسها، لانه بس الواحد يكون عنده ثقه بنفسها فيها تحطيها على الستيج بتبين حلوه قدامك، بس حطيتي وحده كثير حلوه بس ما عندها ثقه بنفسها بتوطي شوي من مستوى جمالها. في بعض الاحيان تقولي لها كوني جميله واصمتي. 100%. غنوه، مشاريعك في المستقبل هل في مسابقات ثانيه ممكن نشوفك تشاركين فيها او رح تقتصرين فقط على مشاركتك في ملكة جمال العرب في أمريكا؟ عندي أفكار وفي عالم حكيوني بهالموضوع، فلحد هلأ بعدني عم فكر فيها بس منه شيء 100%، لأنه بدي أسعى حتى أفتح non-profit organization وأشتغل على الكارير يلي إن شاء الله. حلو، كثير من ملكات الجمال أو حتى الوصيفات بعد ما فازوا بهذه الألقاب توجهوا سواء للغناء للتمثيل أو الكثير من الشغلات، هل عندك توجه أن نشوفك في يوم تمثلين أو تكوني موجودة في مشاريع ثانية؟ إن شاء الله. أنا من النوع من صغر بحب تقديم البرامج، فتقديم البرامج والتمثيل شيء عندي بأحد البلانز يعني للمستقبل. أنت درستي الإعلام غنوة، خبرينا أنه أنت درستي إعلام، ما تخصصتي في هذا المجال؟
مزبوط، درست بيولوجي ودرست كوميونيكيشنز، بس كان عندي كثير اكتيفيتيز برات الجامعه، وين حتى قدروا يساعدوني انه عملت كثير ايفنتس بامريكا، اعطوني شويه اكسبيرينس بهالمجال. حلو، في ختام هذا اللقاء غنوة، شو النصائح اللي توجهينها لكل سيدة قاعدة تتابعنا من خلال برنامج سيدتي انها تحافظ على جمالها الخارجي والداخلي؟ مسج كثير مهم، انه اي ثينك خصوصا المرأة العربية اوقات بتحط مثل امفسس على الجمال الخارجي اكثر من الجمال الداخلي، وانا بظن اذا المرأة لازم يكون عندها اهم، لازم تهتم اكثر بجمالها الداخلي، لان هيدا رح يعكس على جمالها الخارجي بعدين، واكيد بس يكون عندها هيلثي لايف ستايل. غنوة ان شاء الله تشرفين النساء العربيات عند الغرب وتكوني مثال يقتدى به. شكرا لحضورك معنا، ومبروك عليك الفوز بملكة جمال العرب ل 2014 في امريكا. شكرا. مشاهدينا، بملكة جمال العرب 2014 في أمريكا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. أكيد باكر عندي حلقة معكم جديدة أنا وكل فريق عمل برنامج سيدتي. ألقاكم باكر وأمسية سعيدة، تصبحون على ألف خير.